من القاهرة ينضم إلينا الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة. بعد التحية دكتور، معالي وزير خارجية البحرين قال بأن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة هو استكمال لما تم الاتفاق عليه في القاهرة. ما هي قراءتك لما جاء في هذا البيان؟ هو طبعا الاجتماع ده بيجي من ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود اللي هي بتحصل لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب. لكن خليني انا عايز أؤكد على حاجة، ان الدول الرباعية جددوا في تمسكهم ان هم مش هيعملوا اي حوار مع قطر الا بعد ما تلتزم قطر بالمطالب ال13. لكن قطر بتحاول تسيس الأزمة دلوقتي، خاصة وتفتت التكاتف ال4 دول. يعني خليني اتكلم بمنتهى الامانه، عملت مع مصر مثلا، وقفت امداد الغاز المسال النهارده، ومن كام يوم قالت ان حاولت تسيس الحج بالنسبه للسعوديه. هي عايزه تلهي كل دوله من ال4 دول في مسائل داخليه في حد ذاتها، بحيث ان هي تفتت تكتل ال4 دول ضدها. فبالتالي تجعل كل دوله تلين موقفها شويه مع قطر حفاظا على مصالحها. لكن لحد الان الدول العربيه او الدول الرباعيه متيقنه جدا لكده. لكن خليني اقول ان قطر هتبتدي، يعني الدول بتحاول تشد وتجذب مع قطر، لكن الشد والجذب قطر احيانا بتستغله لصالحها، بمعنى ان هي بتحاول تفرض متطلباتها ورغباتها على الدول العربيه، زي موضوع الغاز بالذات. لان في نفس التوقيت اللي وقفوا فيه امداد مصر بالغاز المسال لوحوا ان هيقطعوا ولكن دكتور، بوزراء خارجيه الدول الاربع اكدوا امس في المنام على المبادئ الـ6 لاجتماع القاهره اهميه استجابه قطر للمطالب ال13، وان هناك تخبط سياسي تعيشه قطر اليوم. الاجراءات التصعيديه التي ممكن ان تتخذها هذه الدول للتعامل مع قطر في حال رفضت الاستجابه لتنفيذ تلك المطالب. هو ال طبقا للقانون الدولي، يعني خلينا نتكلم بموقع رسمي او بالادله الرسميه او القانونيه، نعم. الدول العربيه او الدول الرباعيه العربيه معاها من الادله ما يكفي ان قطر بتهدد امنها وسلمها، وبالتالي يجب عليها قانونا ان هي تصعد من اجراءاتها ضد قطر، مش بس للمقاطعه، لا، لمرحله اخرى، مرحله اكثر اللي هي فرض العقوبات. ومن ناحية تانية يستغلوا ان مصر عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي، لان طبقا لميثاق الامم المتحدة رقم 42 يتاح لمجلس الامن الدولي فرض ما يسمى بالتدابير المؤقتة او التدابير غير العسكرية ضد دولة تهدد السلم والامن. بمعنى ان قطر بتنتهك مواثيقها والاتفاقيات اللي هي عملتها مع الرياض في 2013 و2014، وبتستضيف على اراضيها جماعات ارهابيه ومراكز وكيانات زي اللي تم اعلانها مؤخرا، وفي نفس الوقت بتنتهك مواثيق دوليه زي ميثاق الامم المتحده ومجلس الامن. نعم. انا بس عشان انا عارف ان الوقت ضيق عشان الحلقه، لكن انا في معلومات ثانيه اكثر كنت حابب اقولها. لكن الحاجه اللي بتؤكد ان قطر مشتته، ان السفير القطري بواشنطن في كلمة قالها خلال جلسة عقدها مركز العلاقات العالمية للأبحاث بواشنطن، الكلام ده حصل يوم الخميس اللي فات، قال إن قطر مش قلقة من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية في المنطقة. فبالتالي هم بيحاولوا يبينوا من ناحيتهم إن هم مش هممهم أي تصعيد عربي ضدهم، وفي نفس الوقت في تعنت وإصرار على دعم أو استمرار السياسة القطرية الحالية، وبيحاولوا يستغلوا استضافة القاعدة العسكرية التركية والقاعدة العسكرية الأمريكية في نفس الموضوع ده. ولكن هناك مقابل بأن الدول الأربع تؤكد على ضرورة تنفيذ هذه المطالب ال13 والالتزام بالمبادئ الـ6. من القاهرة الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية والأمن القومي بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك.